آل العلي الطبيب. عايز علاج مرضي آل العلي الطبيب. قال العلي للطبيب عايز علاج مرضي من مدة صابر وبتحمل عذاب مرضي، ولما شمتوا العوازل زودوا مرضي. طبيب عايز علاج مرضي من مدة صابر وبتحمل عذاب مرضي، ولما شمتوا العوازل زودوا مرضي. أنا كنت نايم وديني صحيت على همي، وعدوني الأصحاب وليه ما وفوش وعديهم. أنا كنت نايم ودين صحيت على همي، وعدوني الأصحاب وليه ما وفوش وعدي. الأهل رخرين زادوني هم على همي، الأهل رخرين زادوني هم على همي، عاوز ان خاصم جميع الناس وعديهم، وشعللوا النار وقفلوا الدار على همي، وخافوا مني لا يجوا جنبي وعديهم، خافوا مني لا يجوا جنبي وعديهم. رحت لطبابة كتير وصفوا الدواء ما نفعش، جرح القديم اتسع وظهر جديد جنبه، وبت في ويل وزرعت الجميل ما نفعش، ولما عداني الغريب وقف القريب جنبه. ربنا موجود. اه والله يعني القريب بقى ضدي. لما عداني الغريب وقف القريب جنبه. وحياة النبي يا حاج، شيخ مشايخ العرب شعبان ابو دياب يقول لك مش كده، عايز يسمع برواق. خاب العشم خاب، واملي في الصديق ما نفعش، سقاني كاس الخيانة والمرار جنبه. أساود الأهل زادت والحنان معدوم، والعيش والملح بقى طعمه خلاص معدوم. احضر دليلي أنا وزمن الهنا معدوم، حصبر على اللوم ولا اصبر على